بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخل للجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب الإثام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسعلتي، فاسمع يا سميع مدهتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأكل يا غفور أثرتي. فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأثرة قد أكلتها، ورحمة قد نشرتها، وهلكة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك،
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكي ولا منازع له في أمري. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقي ولا شبيه له في عظمتي. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوحّاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يصير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وهلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وأمدي أتمعني في أن أسعى لك ما لا أستوجبه من الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فسرت وعدوك آمنا وأسألك مستعنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن عبت عني يتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لإلمك بآكبة الأمور. فلم أر مولا كريما أسبر على أبد النعيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي أنت وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك الإسباب ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإسباب ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى
وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعازد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته الأظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل أورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنية قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونكة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزعو المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضي حاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبه في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أهد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وسل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى
الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، هججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة قصيرة دائما. اللهم وصل على علي ولي الأمر القائم المعمل والعدل المنتظر، وهفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتزيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز بي، وانصره وانتصر بي، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك، حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أهد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما أرفتنا من الحق فهملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتكنا، وكثر به كلتنا، وعزز به ذلتنا، وأغن به آعلنا، واكذ به المغرمنا، واجبر به فكرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجه به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأتنا به سولنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وعسى المؤتين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين.
اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح تعجل وبذر تكشف ونسر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا وآفية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك في السالهين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا، ومن ثمار الجنة ولهوم الطير فاطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسعلة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراعة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي أضابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكبهنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المهتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور هجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم، أن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل أمري في خير وآفية وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل به غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلته هذه ولق قبلي تبية أو ذنب تعذبني عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وقف السائلون ببابك
ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك. إلهي، إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وعقامه؟ إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين؟ إلهي، ربح الساعمون وفاز القائمون ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبه كل جائر، اللهم اكس كل أريان، اللهم اكف دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اكفي عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. الفاتحة.